من القصائد الجميلة اللي كتبتها وأنا كنت في الدوام، فدوامنا كان بعيد عن مكان إقامتي حوالي 600 كيلو، يعني ما يقارب 7 ساعات. فمرضت عندي أم العيال، فطلبت من مسؤول الدوام إجازة يومين فقط، لأني كان بداية الشفت أريد أذهب وأرجع أكمل الدوام. فرفض تام مني أذهب، لأن بداية الشفت ودوامنا أسبوعين 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 دوام أسبوعين إجازة، والمكان اللي أنا فيه بعيد عن المكان اللي ساكن يعني. فكتبت فيه قصيدة وانتشرت في عمان كامل. فلما وصلت القصيدة بعد يوم ويومين ده اتصل بي قال لي الحين شل أغراضك وتوكل إلى بلادك، وإجازة أسبوعين بدل ما يكون يومين إجازة أسبوعين. ما شاء الله. فقلت له بيض الله وجهك. نفعت القصيدة. والقصيدة تقول قال ترى تقول هذه ماركة مسجلة عندنا كلنا أخوان وكلنا نكمل بعض نتعلم ونستفيد منكم بيض الله وجيكم. هذا بلقفص عندنا العمري. اي نعم. انت سمعت اللي يقول الناظم العمري تذكر، هذا شاعر معنا في البرنامج والله بالنعم. فدائما اذا بدأ بيقول قصيدته او بيشيل شيله يقول فأنت أخذتها تو. تفضل يا وسيم. الله يكرمك ويسر. يقول الشوق كسر لي عظام، الشوق كسر لي عظام، طيح لي قلبي في معضلة، تكفى يا مسؤول الدوام تفهم شعوري وتقبله، صوب الغلا أنوي المشام وخطوات رجل مهرولة، بطير له شرو الحمام، طيفه في عيني شايله، ما شفت مثله في الأنام، وعند الثريا منزله، حلو المحية والكلام بنظرة العدو هو يقتله، حلو المحية والكلام بنظرة العدو هو يقتله، فتنة وهيبة واحترام خصال عذبة ومذهلة، فتنة وهيبة واحترام خصال عذبة ومذهلة، طاغي في زينة والغرام خطف قليبي ومشكلة، من دار عالين المقام دار الرجال الباسلة، يوم الوغى صفوا حزام ويحلوا صعب الأسئلة، ينقل بلاد ابن الكرام أرض الحضارة الطائلة، طبعا ينقل ولاية اللي أنا ساكن فيها، ينقل بلاد ابن الكرام أرض الحضارة الطائلة، يا جعل همام الغمام يسقي الديار الماحلة، يوم الوغى صفوا حزام ويحلوا صعب الأسئلة، ينقل بلاد ابن الكرام أرض الحضارة الطائلة، يا جعل همال الغمام يسكن الديار الماحلة، يا جعل همال الغمام يسكن الديار الماحلة. سلام. بيض الله وجهك ما شاء الله تبارك الله. شهر مو بأسبوعين بس. ها؟ استاهل شهر على القصيدة ما شاء الله. شهر ايش؟ إجازة. إجازة. يقول أعطاه أسبوعين حق الدوام. طلبته يومين وسبحان الله من انتشرت القصيدة وصلت قال لي سير أسبوعين توكل على الله. ليه الظلم؟ ليه؟ ليه الظلم؟ يا اخي انت ما سمعت وشلون يمدح؟ ما يخالف لكن لما اخذ شهر وش ذنب زملائه يفقدون الشهر؟ على القصيده زملائه اللي مشتاقين له اسبوعين يلا يتحملونها، شلون تخليها شهر؟ يمكن قاعد عندهم شهر كمان. الله يكرمك. ايش رايك ابو سعيد؟ استاهل طيب. لبينك لبينك.